بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الإسلام بني على 5 أركان، رابعها صوم رمضان، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، يعني على 5 دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركانه الظاهرة، أركان الإسلام الظاهرة، أركان ديننا الظاهرة 5: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة بأنه سبحانه هو الواحد الأحد المستحق العبادة، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. والركن الثاني الصلوات 5، والثالث الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت. أما أركانه الباطنة فيها 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه أركانه متعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وفي حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام 5. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. وبين سبحانه أن هذا الصيام من أسباب التقوى، أنه كتبه على العباد ليتقوه وليستقيموا على دينه. فإن الصيام عبادة بين العبد وبين ربه، وسر بين العبد وبين ربه. لو لم ينوي الصيام أو أكل في سر أو شر أو شارب ما اطلع عليه الله، هو سر بين العبد وبين ربه، يدل على قوة الإيمان وكمال الإيمان إذا صانه العبد وحفظه. وهو الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية العبادة، بنية طاعة الله ورسوله. هذا الصيام إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات طاعة لله وتعظيما لله وابتغاء لمرضاته. هذا هو الصيام. والواجب منه رمضان فقط، هذا هو الواجب، رمضان، وما سوى ذلك سنة: صوم الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر، أو صيام يوم وفطر يوم، هذه كلها سنة. الفريضة صوم رمضان، جعله الله فرضا وركنا من أركان الإسلام 5، وهو ما بين شعبان وشوال، هذا هو رمضان، الشهر الذي بين شعبان وبين شوال، وهو 9 من السنة الهجرية. يجب على جميع المسلمين المكلفين صومه من الرجال والنساء، وصومه من التقوى، ولهذا قال: لعلكم تتقون. صومه من التقوى ووسيلة للتقوى، فإن من صامه إيمانا واحتسابا قوى الله به إيمانه وقوى به تقواه وهدايته. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لكم أسوة فيمن مضى، قد كتب على من قبلنا، وهو من وسائل التقوى، هو تقوى وطاعة لله وتعظيم لله، ومن وسائل التقوى في بقية أمور الدين. وفضله عظيم، هذا الشهر له فضل عظيم وله خصائص عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. وفي لفظ: فتحت أبواب الرحمة. وفي لفظ الآخر: فتحت أبواب السماء. هو شهر عظيم تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة، تغلق فيه أبواب جهنم وتسلسل فيه الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان
شهر مبارك، شهر يشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله لا تنافس من فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر في رمضان في العشر الأخيرة، ليلة القدر إحدى ليالي العشر الأخيرة من رمضان. ويقول الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح، يقول الله سبحانه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يدل على فضل عظيم. يقول جل وعلا الرب جل وعلا: كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك. فالصيام من أفضل العبادات، بل هو عبادة عظيمة. ولهذا الحديث: الصيام جنة إن سترة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول: إني مؤمن صائم. الصيام جنة إن سترة وحزوا من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يأتي الجماع وما لا ينبغي من أقوال الخبيثة، ولا يفسق إذا كان يوم صوم فلا يرفث، فإن سابه أحد شاب فليقتله ولا يجهل، فإن سابه أحد قاتل فليقول: إني امرؤ صائم. يعني ليزجر نفسه وليقر نفسه بأنه صائم، لا ينبغي له أن يشارك فيما لا ينبغي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمؤمن يصوم صيامه عن قول الزور وعن الرفث وعن الظلم والعدوان وسائر المعاصي. إذا صام المؤمن يصوم لسانه ويصوم فرجه وتصوم جوارحه عن محارم الله، كما قال جابر رحمه الله: إذا صمت فليصوم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالمؤمن يصون صيامه ويحفظه عما لا ينبغي كما تقدم. إذا كان يوم صوم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتل فليقول: إني امرؤ صائم. وكان أول ما فرض الصيام: من شاء أفطر وأطعم بالسيدة، ومن شاء صام. والصوم خير وكان مخيرا، ولهذا قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان الناس أولا من صام فهو أفضل، ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكين. ثم فرض الله الصيام جزما من غير تحيير إلا البريض والمسافر، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتحتم الصيام ووجب الصيام، ولم يجوز الفطر إلا بمرض أو سفر. المفطر لمرض أو سفر عليه العدة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الهرم الذي يعجز عن الصيام فهذا يطعم، بقي كما قال ابن عباس وأهل السلف: إذا كان عاجزا لكبر سنه أطعم عن كل يوم مسكين وسقط عنه الصوم. والبريد الذي لا يرجى برؤه كذلك مثله. الهرم الذي يعجز عن الصيام والبريد الذي لا يرجى برؤه يشق عليه الصيام يطعم عن كل يوم مسكينة نصف صاع من قوت البلد.
بدلا من الصيام في حق المريض العاجز والكبير السن. المريض العاجز الذي لا يرجى شفاؤه والكبير السن الذي لا يستطيع الصيام، الشيخ الكبير والعجز الكبيرة ومن لا يرجى بره، إذا أفطروا يطعم عن كل يوم مسكينة نصف صاع من قوت البلد يجمع ويعطاه بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، ولو فقيرا واحدا 15 صاع للشهر كله في حق المريض الذي لا يرجى بره والشيخ الكبير والعجز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام. والواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصيام والتحفظ والحذر مما يجرح الصوم من سائر المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل جهل الظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه، يعني لا قيمة لصيامه إذا لم يحفظه ويصومه من المعاصي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن سابه حتى يقول إني صائم. ويقول: يوم الصيام جنة، مقصود أن هذا الصيام أمره عظيم، فالواجب على المؤمن عند الصيام أن يصون صيامه ويحفظه. وهكذا صيام الكفارات، كفارات القتل، كفارات الظهار والجماع في رمضان، شهران متتابعان لابد من إتقان صيامهما وحفظ صيامهما، لأن صوم واجب، صوم الكفارات صوم واجب يجب العناية به وإتقانه وصيانته. أما صوم النافلة فهو أسهل، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن مقصود صوم الفريضة هو المهم جدا. فكما يجي في رمضان صيانة الصوم وحفظه وصيانته عما لا ينبغي، هكذا الصيام الواجب من كفارة، من كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، النذر، هذا الصيام الواجب لابد أن يصان ولابد أن يتحفظ حتى لا يعتري شيء من النقص، لابد من التحفظ فيه وأن تصونه كما تصون صيام رمضان. أما النافلة فأمرها واسع، له أن يفطر إذا أصبح صائما، له أن يفطر والأفضل له أن يكمل صومه، لكن صوم الفريضة هو الأهم في صيانته وحفظه. ثم مما يتعين العناية بطيب الطعام، وأن يكون طعامه وسحوره مما أباح الله، ليحذر المكاسب الخبيثة، ليصوم عن ما حل الله له، وليحذر المكاسب الخبيثة، مكاسب الربا والغش والخيانة والسرقة والظلم، ليحرص على أن يكون طعامه طيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيد يستجاب لمن يتلطخ بالمكاسب الخبيثة. فالواجب أن يصان الصوم وسائر العبادات عما حرم الله. يجب عليك يا عبد الله أن تصون مكاسبك عن محارم الله، أن تكون صلاتك سليمة، صومك سليم، صدقاتك سليمة، حجبك سليم، جميع مآكلك ومشاربك وملابسك كلها سليمة مما حرم الله. احرص أن تكون مكاسبك سليمة بعيدة عن المحرمات، عن الغش والكذب والخيانة والربا وغير هذا مما حرم الله. وعليك أن تتحرى الكسب الطيب في بيعك وشرائك وغير ذلك، حتى يكون مطعمك طيبا. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. والواجب على جميع المسلمين المكلفين في الصيام أن يصونوه عن كل ما حرم الله، عن الغيبة، ذكر أخاك ما يكره، النميمة، السب والشتم، التكاسل عن الصلوات، العقوق، وجميع المعاصي هي محرمة في كل وقت، ولكن في رمضان يكون أشد، يكون الإثم أشد،
يجب أن يكون الحذر أكمل. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو عمل عظيم، صومه عظيم وقيامه عظيم، والأعمال فيه مضاعفة، وينبغي فيه الإكثار من قراءة القرآن الكريم كما كان السلف رضي الله عنهم. هو شهر عظيم، نوصي الجميع، نسأل الله يبلغنا وإياكم إياه، نوصي الجميع بالإكثار فيه من عبادة الله، من القراءة والصدقة كالتسبيح والتهليل والتحميد، والعناية بكل ما ينفعك من سائر ما شرع الله، ومن أخص ذلك الإكثار من قراءة القرآن ومن الصلاة والصدقة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والحذر من جميع المعاصي، الحذر من جميع المعاصي. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إلى تقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله يبلغ الجميع صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمنحهم التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.